هاي. الأندلس هي إقليم وحضارة إسلامية قامت بأوروبا الغربية على الأراضي يلي بتشكل اليوم إسبانيا والبرتغال. ترجع تسمية الأندلس للعرب يلي عرفوها باسم فندلوسيا، وهو اسم كان يطلق على أحد الشعوب الجرمانية القديمة يلي نزحت من ألمانيا وبولندا لشبه الجزيرة الأيبيرية. عرفت الأندلس ازدهار حضاري بجميع المجالات السياسية، الاجتماعية، العمرانية، العلمية، الاقتصادية والثقافية بين سنة 948 وسنة 971 بعهد الخليفة عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم. انتشرت المكتبات والكتب بأنحاء الأندلس وبلغ عددها 70 مكتبة مفهرسة ومصنفة. عرفت مدينة قرطبة كوردوبا بلقب جوهرة العالم، أما طليطلة توليدو فعرفت بمدينة الترجمة يلي انطلقت منها ترجمات العلوم لأوروبا. مين قال إنه نسبة المفردات العربية يلي دخلت للغة الإسبانية تقدر ب 30% من محتويات القاموس الإسباني؟ أنا قال. بشوفكم بكره.